نتحول الآن إلى متابعة هذا الجزء من كلمة حسن نصر الله. حدا علق ما حدا حكي، العالم في مكان آخر. طبعا بداية أحداث طوفان الأقصى بتتذكروا، مش أنه واحد وزير سياسي، لا وزير ثقافي، يعني وزير التراث اليهودي في حكومة نتنياهو مبكرا طالب بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية. يعني شو يعني قتل 1,200,000 300,000 إنسان، وجزء كبير أكثر من نصفهم أطفال ونساء، وماشي الحال وخير إن شاء الله. وإذا وزير يعني بيحكي هيك، من التطورات المهمة يعني هذا بدي ابني عليه كمان ثانيا، هو رفض الكنيسة لما جمعوا نتنياهو قبل ما يسافر على أمريكا، جمع الكنيسة وأخذوا قرار برفض قيام دولة فلسطينية. يعني أصل قيام دولة فلسطينية مرفوض، هاي مش الحكومة، هاي الكنيسة، وبأغلبية حتى الغايبين كانوا غايبين، لو كانوا حاضرين كانوا صوتوا. وهناك إجماع إسرائيلي على رفض دولة فلسطينية، وإذا بدي احتاط بقول شبه إجماع، يعني ممكن يلتقى حدا من جماعة اليسار اللي هن ضعاف وهامشيين، ممكن يكون عنده رأي تاني يسار الإسرائيلي، لكن يوجد بالحد الأدنى شبه إجماع كبير في كيان العدو على رفض إقامة دولة فلسطينية، بمعزل عنها أنه هاي الدولة شو طبيعتها، إلى حدود ولا ما إلى حدود، إلى سماء ولا ما إلى سماء، إلى جيش ولا ما إلى جيش، إلى سيادي ولا ما إلى سيادي، بمعزل أصل نقاش دولة فلسطينية مرفوض. طيب هذا تطور مهم، تطور مهم لمن؟ لكل الذين ما زالوا في فلسطين أو في العالم العربي أو في العالم الإسلامي أو في العالم، يراهنون على مسار تفاوضي لحل القضية الفلسطينية، وهذه صفعة لهم جميعا، وبالدرجة الأولى صفعة لكل الدول العربية التي تتبنى مبادرة السلام العربية في بيروت في عام 2002، ولاحقين اليهود والإسرائيلية، وأصلا مبدأ قيام دولة فلسطينية مرفوض. هلا بين الترجمة تبعه بالإجراءات. طيب لما في هيك ثقافة، واحد بيقول لك ضروب نووي لغزة، واحد بيقول لك خلينا نموت 2,000,000 غزاوي إنسان جوعا حتى يستسلموا، والكنيسة والقرار السياسي الإسرائيلي بيقول ما في دولة فلسطينية، بتفهم المعركة هلأ القائمة شو طبيعتها ولوين بدهم هم يوصلوها. لما بتطلع بالإجراءات، طيب بالقطاع واضح بأنه نتنياهو ما بده يعمل وفد إطلاق نار وما بده يوقف الحرب، وكل الصفقات لتبادل الأسرى اللي عم تنطرح هو مصر على شرط عدم وقف إطلاق النار وعلى عدم وقف الحرب، وبدو التزام، مش بس انه بدو التزام كتبي امريكي بانه في المرحلة الثانية يستطيع العودة الى الحرب في غزة. ليه؟ لانه عنده مشروع في غزة. ما هو المشروع في غزة؟ اقتلاع اهل غزة اذا امكن، رميهم في مصر، رميهم في البحر، قتل اكبر عدد ممكن منهم، ولذلك ما في اي احترازات، تنضرب المدارس تبع الأونروا، تضرب الخيام، الأحياء اللي عم يجمعوا المساعدات، قتل أكبر عدد ممكن منهم، أو بالحد الأدنى إخضاع غزة، السيطرة الأمنية المطلقة عليها في غزة. هذا ليش؟ يعني هذا بس هيك توحش؟ لا، هذا له هدف سياسي مرتبط باللي كنا عم نحكي فوق. الإسرائيلي لا يقبل دولة فلسطينية حتى في غزة. يعني لو إجا الشعب الفلسطيني قال طيب أخي آمنا خلص دولتنا الفلسطينية المستقبلية فقط في قطاع غزة، مش مقبول. دولة فلسطينية مش مقبول أصلا بالنسبة لهؤلاء، ويرون فيها خطرا وجوديا، ولو كانت دولة فلسطينية معترفا بها دوليا ولو في غزة، هذا واضح من خلال الممارسة. طيب هذا في غزة. بالضفة، المشروع كان قبل طوفان الأقصى
هو المزيد من الضغط على أهل الضفة لتهجيرهم، لكن مع الوقت هلأ بالقتل والعمليات، وهلأ الضفة بتنقصف بسلاح الجو، بتنقصف بالمسيرات، جزء كبير من الجيش الإسرائيلي موجود ويقاتل في الضفة. ما هو أفق؟ وبعدين كل الالتزامات تبع أوسلو بلشوا يطلعوا منها، ولمين سلموا إدارة الضفة رسميا؟ لسموتريتش اللي هذا العقل تبعه، واللي بيقول يهودا والناصرة هي أصلا إسرائيل. يعني حتى ما أعطي من مساحات للسلطة الفلسطينية حتى هذا سيتم إعادة ضمه. المشروع في الضفة الغربية الذي يعمل عليه في الليل وفي النهار، توسيع الاستيطان، تهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن، ولاحقا ضم الضفة الغربية، ضم رسميا، انه خايفين من العالم، اي عالم. طيب هون الاسرائيلي لوين عم يوصل؟ عم يوصل لاسرائيل بين هلالين من البحر الى النهر. يعني خلص وصلنا على التناقض المطلق. في مشروع عم بيقول اسرائيل من البحر الى النهر، وعم بيقول لكل العرب والدول العربية والمجتمع الدولي روحوا بلد ما تضيعوا وقت، ما في دولة فلسطينية لا في الضفة ولا في غزة ولا في أي مكان من أرض فلسطين تاريخية. ومشروع تاني اللي هو مشروع محور المقاومة الحقيقي اللي بيقول فلسطين من البحر إلى النهر، والمشاريع الأخرى بالوسط ستذوب، لن يبقى لها مستقبل، لأنه ما إلى واقع، ما إلى حقيقة ولا حق، وما إلى مستقبل، وغير واقعية. طيب بكمل الإسرائيلي، هو أصلا ضم الجولان، وترامب في رئاسته اعترف بضم الجولان، ولذلك هو بيتصرف أنه الجولان أرض إسرائيلية، وضم معها مزارع شبعة وتلال كفر شوبة ويعتبرها أرضا إسرائيلية. تذكروا قصة الخيمة قبل طوفان الأقصى، هو اعتبر أن المقاومة أقامت خيمة في أرض إسرائيلية. طيب إسرائيلي لوين بده يوصل؟ بده يقول هاي فلسطين تاريخية من البحر للنهر إلي، الجولان إلي، مزارع شبعة وتلال كفر وشوبة الإسرائيلي ضمها أيها اللبنانيون. يعني منناقش لبنانية سورية شو هي أصلا، هو أخذها وخلص يعني، وبلعها وأكلها وبيعتبرها أرض إسرائيلية. نحن بعدنا عاملين نزاع بلبنان، انه في ناس بيناقشونا انه مزارع شبعة لبنانية لا سورية، والقيادة السورية لازم تعطينا ورقة وتمضي وما بعرف شو. طيب ومعناتها شيء اسمه دولة فلسطينية ما في، قضية فلسطينية ما في، شعب فلسطيني ما في، حقوق فلسطينية ما في، لاجئون فلسطينيون ما في. هو بعض الناس بلبنان اللي عم بيراهنوا على الانتصار الإسرائيلي، بيراهنوا على الانتصار الإسرائيلي وبيتمنوا إسرائيل تنتصر، وهم بولولوا بملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. يعني في واحد أصلا متناقض لأنه بيتصرف بحقد مش بعقل، مش بحسابات وطنية. وهودي هذا كل شيء اسمه فلسطيني ما له محل، وإسرائيل دولة يهودية. من تسمح لهم إسرائيل الدولة اليهودية أن يبقوا على أرض فلسطين من فلسطيني الضفة أو القطاع، فأهلا بهم مواطنين من الدرجة الثانية، كما هو حال فلسطيني 48. السلطة فلسطينية، حتى سلطة فلسطينية ما في، خلاص دولة فلسطينية، سلطة فلسطينية، شعب فلسطيني، هوية فلسطينية، ما في. هذا ماذا يعني هذا الساوت كله؟ لنقول انه نحن واصلين على محل، برجع بأكد هذا لا سمح الله وان شاء الله لن يسمح بذلك، اذا انتصر نتنياهو وحكومة نتنياهو والتحالف الامريكي الصهيوني على المقاومة في غزة وفي الضفة وفي المنطقة، ولكن خصوصا في غزة وفي الضفة. النتيجة
انه نحن امام مخاطر انه تجي اسرائيل الدولة اليهودية الطاغية المجرمة مرتكبة الإبادة الجماعية، قاتلت عشرات آلاف النساء والأطفال لتتسيد المنطقة، وعلى الجميع أن يخضع لها وأن يطلب ودها. وهذا اللي كان أصلا مطروح بصفقة القرن تبع ترامب. حبيت أقول بهذا العنوان لأقول أنه هون يوجد مخاطر يجب إعادة التذكير بها والانتباه إليها. بنفس هذا السياق نشهد النفاق الأمريكي البشع والوقح، نفاق عجيب غريب. مثلا هذا لحاله بده خطابات، لكن مثلين ثلاثة. مثلا ب93 الإدارة الأمريكية هي التي قامت برعاية اتفاقية أوسلو، وهي راعي وهي الضامن بين منظمة التحرير والكيان. طيب وبعدين أمريكا شو عملت؟ منظمة التحرير بتعيط وبتصريخ وبتطلع بيانات ووفود ورايحين وجايين وما فيش أي تقدم سياسي من 30 سنة. 93 هلأ نحن 2024، 31 سنة لا تقدم على الإطلاق. خلص تم استيعاب احتواء منظمة التحرير وهذا المسار الكفاحي النضالي المقاوم الذي كان سائدا في الشعب الفلسطيني قبل 93 قبل أوسلو. لكن طبعا الله سبحانه وتعالى من على الشعب الفلسطيني بمسار جهادي مختلف، هاي يستبدل قوما غيركم، هاي سنة إلهية. أي حدا أي شعب عنده قضية محققة بيجي حزب أو تنظيم أو جهة أو قيادة بتتخلى عن هذا الحق، الله يستبدلها بجهات أخرى، هاي سنة إلهية. طيب 30-31 سنة سكت الأمريكيون وصمتوا صمت القبور، هلأ أمام المجازر وتفاعل العالم وشعوب العالم وحتى طلاب الجامعات في أمريكا، رجعت الإدارة الأمريكية تحكي عن الدولة الفلسطينية وأنه الدولة في حل الدولتين وحل الدولتين، وهذا كذب، هذا نفاق، وهذا كلام بس للكلام، ما في إرادة جدية خلفه على الإطلاق. والدليل أنه أي مقاربة لفكرة الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن يقابلها الأمريكي بالفيتو، أي تصويت على دولة فلسطينية أو حق طبيعي لدولة فلسطينية في هيئة الأمم المتحدة يصوت عليها الأمريكي بالاعتراض ويحوض العالم على الاعتراض. وأنه شو الدولة الفلسطينية مرهونة بالتفاوض بين مين ومين؟ بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي يصوت كنيستهم على رفض مبدأ دولة فلسطينية، وبيرجع الأمريكاني بيقول لك الحل دولتين دولة فلسطينية. هذا نفاق، تقطيع وقت، ضحك على اللحى، خداع، تضليل، مثل ما عم يشتغلوا مع الدولة اللبنانية يعني، واللي شاهدناه في الآونة الأخيرة. مثل آخر على النفاق العجيب الغريب أنه الأمريكان مش راضيانين على اللي عم يعملوا نتنياهو، عم بيطالبوا بتقليل عدد المدنيين الذين يقتلون. شفتوا شي يوم نزل العدد؟ هيا بعدنا 100 و150 و280 و70، شو هذا؟ كل يوم مئات الجرحى كل يوم، وعمين عم بخابر. سنعود مرة أخرى الحقيقة لكلمة نصر الله، لكن ما قاله في هذا الإيجاز الذي تحدث فيه عن الاستراتيجية الإسرائيلية في إطار الفرضية التي طرحها، إذا انتصر نتنياهو وحكومة نتنياهو على محور المقاومة بين قوسين بلغته في غزة وفي الضفة وفي المنطقة، ستؤدي إلى ما شرحه في هذا السيناريو الكبير بأنه خطة غزة، خطة إسرائيل في غزة، خطة إسرائيل في الضفة، وأيضا الجولان ومزارع شبعة وكفر شوبة اللي تم السيطرة عليهم بالفعل من قبل الإسرائيليين، ووصل إلى الاستراتيجية الإسرائيلية وهو أن هناك مشروعين، مشروع من البحر إلى النهر، هذا ما يريده الإسرائيليون،
ومشروع من البحر إلى النهر ما تريده المقاومة، بمعنى أن فلسطين من البحر إلى النهر، هكذا يقول المقاومة تريد، وفي نفس الوقت من البحر إلى النهر هكذا يقول إسرائيل تريد. فيما جاء في هذه الجزئية من هذه الكلمة هناك نقاط كثيرة تستوجب حوارا مهما، سأناقش هذا مع ضيوفي من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد قواص. دكتور محمد أهلا بك. من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية الدكتور الأستاذ مصدق بور. أستاذ مصدق أهلا بك. ومن بيروت الكاتب السياسي أستاذ سام نسا. أستاذ سام أهلا بك. أستاذ سام سأبدأ معك في مشروع داخلي، هو قال أو شن هجوم على معارضيه وقال الذين يتمنون انتصار إسرائيل على المقاومة في داخل لبنان متناقضون، وهنا سؤال كبير جدا في هذه النقطة. يعني مساء الخير. مساء الخير أستاذ. سياسة التخوين ليست جديدة، وفي هذه المرحلة من دون أدنى شك السيد حسن يعني متوتر وغاضب، إضافة إلى التوتر هناك الغضب الذي يبدو من مضمون الكلمة ومن النبرة التي يتحدث بها. بلبنان من دون أدنى شك هناك غاضب. من أستاذ سام يعني غاضب من المعارضة أو من شركائه في لبنان أم غاضب من إسرائيل؟ يعني هو غاضب من إسرائيل. الغضب سببه الرئيس هو الأحوال التي أدت إليها الأشهر التسعة أو العشرة الماضية المنصرمة منذ أكتوبر 7 وحتى اليوم. تعرض حزب الله، تعرض محور الممانعة إلى خسائر غير معتادة تفوق القدرة على التحمل. يعني أنا كمتابع، أنا لست خبير بهذا الموضوع، كمتابع لا أستطيع من الصعب أن نفهم القدرة على تحمل هذا العدد من الخسائر، لا سيما من القادة أو من القادة الميدانيين، إضافة إلى الخسائر الأخرى التي حصلت في الجنوب. وسمعة هنا النقطة الأساسية التي شغل عليها السيد حسن نصر الله على مدى أكثر من ربع قرن، هو القدرة على حماية أبناء الطائفة أو القدرة على حماية البيئة الحاضنة. الذي تبين حتى الآن هو العكس تماما. إذا كنت تتابع أستاذ محمود، أكيد كنت تتابع منذ ساعة أو نصف، ممكن ساعة على الأقل، مجرد خرق جدار الصوت الذي حصل فوق العاصمة بيروت قد هز المدينة. ليس الجدران أو الزجاج بقدر ما هز أعصاب اللبنانيين من دون أدنى شك، وبالتالي الناس فقدت الثقة. يعني ما يسمى كان توازن الرعب أو توازن الردع بين إسرائيل وحزب الله تبين أنه سراب، بمعنى اليوم هناك خوف، وخوف كبير من أن تتكرر مأساة حرب 2006 زائد أو ناقص. وبالتالي هذه نقطة أساسية كشفتها حرب أكتوبر، يعني حرب غزة. اثنين، في موضوع أساسي أكيد هو سبب للغضب، وأكرر نعم سبب للغضب عند السيد نصر الله، أنه تبين خلال الأشهر الماضية الفجوة التكنولوجية الواسعة والواسعة جدا بين إسرائيل وبين المقاومة الإسلامية وبين حزب الله. حتى هذه الفجوة هي بين إسرائيل وبين إيران أيضا، وتبينت ليس فقط جراء الاغتيالات الأخيرة التي حصلت، إنما علينا أن نتذكر ما مرت به إيران من حوادث تفجير وحوادث اغتيال للعلماء وإصابة مجتمع. يعني لماذا الخوف أكثر هذه المرة من اختراق جدار الصوت، رغم أنه تكرر كثيرا في بيروت أيضا واليوم صحيح ثلاث مرات، لكن لماذا الخوف زاد هذه المرة مع التوازي لكلمة لحسن نصر الله؟ لأن الناس تتوقع عمل عسكري، عمل عسكري يكون ردا على عمليات حزب الله، أنه بدأ
بالرد على اغتيال فؤاد شكر، أو أن إسرائيل تقوم بعمل وقائي وأن هذه الأصوات هي نتيجة عمليات قصف للعاصمة بيروت، وبالتالي الناس على أعصابها. اليوم الوضع أستاذ محمود يختلف تماماً عما كان عليه إبان 2006. ليس هناك من بيئة حاضنة وطنية أكرر للحزب. اثنين، ليس هناك تماسك بالقدر الذي كانت عليه الأمور داخل الطائفة الشيعية في الجنوب والبقاع وبقية المناطق اللبنانية. وبالتالي أسباب الغضب، إذا كان جوابي يعني واضح قد أطلت الكلام حول هذه النقطة، أعرف إنما أسباب الغضب كثيرة ومبررة لدى السيد نصر الله. وهنا الخوف من أن يقوم السيد نصر الله نتيجة كل هذه العوامل. الخوف والخوف كبير من شخصين، من جنون نصر الله كما نحن نخاف من جنون السنوار وجنون نتنياهو في الوقت نفسه، أن تدخل المنطقة في باب نسميه أنا بسميه في عالم جهنم. طيب أستاذ مصدق بور، الحقيقة أنا أطرح عليك بعض التعليقات. حينما كنا ننتظر كلمة نصر الله كانت هناك تعليقات كثيرة جدا، البعض قال هذه الكلمة ستكون مؤشر أو إذانا ببدء الهجوم أو بدء الضربة من محور في جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، ومن ثم تتبعها ضربات كثيرة في الداخل من إيران على إسرائيل. كلها تحليلات، لا أحد يعرف المعلومات، لكن على الأقل نناقش هذه الفرضية. الكلمة مستمرة، قد يكون فيها يعني كلمات سر أو إشعار بشكل أو بآخر لبداية هذه الضربة. هذا هو الخوف الذي أشار إليه الأستاذ سام بهذه الطريقة. هل ممكن، يعني هل في داخل إيران ما يشي بأن هناك توازي ما بين كلمة نصر الله وما قد يحدث من هذا الكابوس يعني؟ شكرا، تحياتي لكم جميعا. انا اعتقد يعني طبعا هناك تنسيق، هذا شيء واضح محسوب، هناك تنسيق بين كل اركان محور المقاومه وبشكل خاص بين حزب الله وبين ايران. يعني احيانا احدهما يكمل ما يريد ان يقوله الثاني بالافعال او بالاقوال، هذا شيء وارد يعني من دون شك. ولكن ايضا الرد واضح يعني محسوم أيضا، وإذا تأخر هذا الرد أنا في اعتقادي هناك سببان أساسيان. السبب يعني إيران دعت منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الموضوع. طبعا إيران سوف تستثمر هذا الاجتماع لكي تؤكد وتجدد تؤكد على ثوابت الموقف الذي اتخذته بضرورة حتمية الرد على إسرائيل، لأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة في طهران هي لم تكن فقط تستهدف قيادي بارز في حركة حماس، هي استهداف لي يعني أستاذ مصدق. أفهم أنه لن يكون هناك رد إيراني إلا بعد انعقاد هذه القمة لمنظمة التعاون الإسلامي، يعني سيقدر ما يتمخض عنه هذا الاجتماع المرتقب بعد دعوة إيران لمنظمة التعاون الإسلامي؟ نعم، هذا على أكثر احتمال. ولكن أيضا هناك يوازي هذا الشيء وهو موضوع الحرب النفسية. يعني إيران الآن تلاحظ يعني بعد أو منذ أن أطلقت تهديد وتشاهد التداعيات في على الداخل الإسرائيلي، يعني حتى الحكومة حتى الموساد يعني الكل أصبحوا في الملاجئ. اليوم الإسرائيلي اليوم الثامن أو التاسع هم يعيشون في الملاجئ، هذا يشكل ضغط نفسي. بالتالي إيران أيضا تحاول أن تعمق هذا الضغط النفسي وتضع الجانب الإسرائيلي في وضع نفسي قاسي جدا حتى تنهار بعض معنوياته في الداخل، وهذا أيضا سوف يشكل عبء كبير ومشكلة داخلية بالنسبة لإسرائيل. يعني اليوم المطارات الإسرائيلية مغلقة، الرحلات مكمشة، مصانع متوقفة، الكل يعلم يعني أضرار واقتصادية كبيرة، وهذا الوضع إذا استمر جدا سيكون صعب بالنسبة للواقع الإسرائيلي. يعني ولنتانياهو شخصيا، نتانياهو وجالانت وغيره في يوم من الأيام كانوا يسخرون من المقاومة بأنها تختبئ في
في داخل الانفاق، وبالتالي اليوم اصابهم هذا المصير. يعني ربما انفاق المقاومه انفاق استراتيجيه، ولكن هؤلاء يشوف في انفاق خوفا على انفسهم من هذا الرد. وبالتالي ايران ايضا تريد ان يستمر هذا الوضع، وبموازاه ذلك الموضوع الاجتماع. بعد ذلك يجب ان يعني ياتي العد العكسي للضربه الايرانيه. الضربه الايرانيه بالتاكيد هي سوف لن تكون ضربه تؤدي الى اشعال الحرب كما يريد ذلك نتنياهو. طب استاذ مصطفى سأعود اليك، لان هناك سؤال مهم، لكن نعود نتابع بعضا من هذه الكلمه. تحتفل بعض الفضائيات العربيه تحتفل بالانتصار الاسرائيلي، لان هم من الاول بدهم اسرائيل تنتصر. لا، اذا بنرجع لطبيعه المعركه القائمه، لا، بنلاقي اسرائيل في وضع صعب، وما زالت في وضع صعب حتى بعد قتل واغتيال الشهيد اسماعيل هنيه والشهيد فؤاد شكر. وهم عم بيقولوا وضعنا صعب وصار اصعب كمان، لا نحكيها بالاخر، وما تغير شيء. لا الاسرى رجعوا، لا المقاومه قضي عليها في غزه، بل بالعكس عملياتها وعدد القتلى في صفوف جنود العدو والجرحى بالنخب يزداد، العمليات بالضفه تصاعدت، الهجرة المعاكسة تزداد، الجيش المنهك والمتعب يزداد تعبا وإنهاكا، الصواخ بالشمال كبر وزاد، الخسائر المالية الاقتصادية، البورصة بتل أبيب نزلت وبعد نازلة. إذن ماليا اقتصاديا معنويا نفسيا، تمزق الاجتماعي، تمزق السياسي، حجم الخسائر البشرية في الجيش الإسرائيلي قتلى وجرحى ومعاقين نفسيا، كل اللي حكينا على مدى 10 أشهر ما تغير باستشهاد الشهيدين هنية وشكر، بالعكس المشهد ما زال على ما هو عليه، ما زال على ما هو عليه، والإسرائيليون يدركون ذلك. كل الخسائر الاستراتيجية اللي حكينا عنها والخسائر التكتيكية ما زالت قائمة. ولذلك في أفق نعم بهذه المعركة اليوم، حتى بعد استشهاد أو اغتيال شهيدين غنية وشكر، كثيرون في كيان العدو قالوا لنتنياهو أنت وين ما خدنا، يعني أنت عم تعجل فينا إلى الخراب، أنت ما خدنا إلى المجهول. هذه خطوات كبيرة وخطيرة ولها تداعيات غير معلومة في الحد الأدنى بالنسبة لنا، لأنه في عدم يقين. إذا نحن في معركة لها أفق، نحن ما عم ندق راسنا بالحيط، نحن في معركة لها أفق. مثل ما سيد محسن وإخوانه ورفقاته الشباب ب82 كان واضح عندهم أنهم في معركة لها أفق، عندما ظن البعض أن لبنان دخل في العصر الإسرائيلي ولن يخرج منه إلى الأبد. لكن طبعا طبيعة المعركة طالت للـ2000، ما طولت كتير، 85 وانسحب الإسرائيلي من بيروت والضواحي والجبل وصيدا وصور والنبطية وجزء كبير من البقاع الغربي ورشية، وبقينا بعد شريط الحدود الـ2000. هذه معركة لها أفق، فرصها، إمكاناتها، مقدراتها، نقاط القوة ونقاط الضعف في جبهة المقاومة وفي العدو ومن خلف العدو واضحة وجلية. إذن نحن في معركة لها أفق. بناء عليه، على كل ما تقدم، ندعو المقاومة ومن موقع الشراكة في الدم والجهاد والمقاومة والمصير والمستقبل والألم والفرح، المقاومة في غزة والضفة الغربية، المقاومين والناس الشرفاء الرجال والنساء الذين نقدر عاليا صمودهم الأسطوري التاريخي الذي أصبح أمثولة، ندعوهم إلى المزيد من الصبر والصمود. دعوتنا لجبهات الإسناد في لبنان، في اليمن، في العراق، رغم التضحيات، الشهداء، شهداء في الحديدة، الشهداء قبل أيام في جوف الصخر في العراق، إلى مواصلة العمل كما واصلنا سويا خلال الأشهر الماضية. دعوتنا مجددا إلى الدول
العربية والإسلامية أن تستيقظ، أن تعيد النظر في موقفها وأدائها وسلوكها أمام المخاطر التي تتهدد المنطقة. طبعا إيران، سوريا موقفهم الصامد الثابت. هلا إيران ألزمت بأن تقاتل بعد قصف القنصلية الإيرانية، والآن ملزمة أن تقاتل بعد اغتيال شهيد هنية في طهران. لكن بطبيعة المعركة وتصور محور المقاومة وجبهة المقاومة القتال، ليس مطلوبا من إيران أن تدخل قتالا دائما. وأضيف، لأن البعض بناقش بسوريا، وليس مطلوبا من سوريا أن تدخل في القتال بسبب ظروفها الداخلية، وذكرت في أكثر من مرة لأن قواتها المسلحة ما زالت تنتشر على خط مئات الكيلومترات داخل سوريا في مواجهة المشروع الآخر الذي ما زالت عينه على دمشق. سوريا وإيران المطلوب منهم في هذه المعركة، ما طلبناه نحن في حركات المقاومة، هو الدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات، وهم كل ما تتعرض له هاتان الدولتان من ضغوط ومن تهديدات، موقف صامد وثابت ولم يتغير. في لبنان نحن أيضا ندرك هذه المخاطر. أنا اليوم بين يدي قائدنا الشهيد الكبير صاحب البصيرة النافذة، أدعو الشعب اللبناني إلى أن يدركوا حجم المخاطر القائمة. في ناس بعد مش مستوعبين، ما مستوعبين، بعدهم غرقانين بالتفاصيل اللبنانية والزواريب اللبنانية والصراعات اللبنانية والحساسيات اللبنانية الطائفية والحزبية ومشاكل، مش عارفين أنه هلأ عم ينرسم مصير منطقة ومستقبل منطقة بالكامل. وبعض الناس بلبنان اللي بيحكوا أنه إذا انتصرت المقاومة هن خايفين، أنا أقول لهم يجب أن تخافوا إذا انتصرت إسرائيل وليس إذا انتصرت المقاومة. انتصرت المقاومة في عام 2000 ولم تشكل تهديدا لأحد، وانتصرت وسئل في ذلك الحين إلى من ستهدي المقاومة انتصارها، أهدته إلى كل اللبنانيين. بال 2006 كان ينقال إذا انتصرت المقاومة الله أعلم شو بده يصير، واليوم أيضا نفس الشيء. قلنا أن أي انتصار للمقاومة على الكيان الصهيوني نحن لسنا في وارد توظيفه في الداخل السياسي، وهذا حكي قديم وما في داعي نرجع نشرحه من أول وجديد. لا تخافوا من انتصار المقاومة، يجب أن تخافوا من انتصار العدو. يجب أن تدركوا حجم مخاطر ما يجري في المنطقة. ولذلك من يؤيد فليؤيد، ومن لا يؤيد نحن لا نقول لهم تعالوا وأيدوا وساندوا وقاتلوا ودافعوا، بل نقول لهم في الحد الأدنى لا تطعنوا المقاومة في ظهرها، لا تشاركوا في الحرب النفسية التي يخوضها العدو على مجتمع المقاومة في لبنان وعلى بيئة المقاومة في لبنان، كما تفعل الآن بعض الفضائيات العربية والفضائيات اللبنانية. بضرب مثل، يعني قبل أيام بلش التلفونات والاتصالات، شو القصة؟ في قرار من حزب الله بإخلاء الضاحية الجنوبية. كذب، افتراء، تضليل، إرهاب. يعني من يفعل ذلك هو يمارس إرهاب. مثل بعض السخفة بآخر شيء بيقول لك عم نمزح إنه والله بالجنوب بدق على بناية على بيت وبيقول لهم إنه أنا فلان الفلاني المطلوب إخلاء المنزل لأنه بده يقصف من قبل الإسرائيلي، بيعمل حالة رعب. تعرفوا هذا؟ يعني أنا لو بكون بالقضاء، أنا مش بالقضاء، هذا مفسد في الأرض. اللي بيعمل هيك مفسد في الأرض. مفسد في الأرض مش بس اللي بيحمل سلاح وبيخوف العالم بسلاح. اليوم سلاح الإعلام مرعب ومخيف أكثر من أنه تحمل كلاشين في وجه الناس. هلا ياما في ناس بتحمل سلاح بوجههم ما بيخافوا، بس لما بتمارس هاي الممارسات بيخافوا. شوي أنه خبر على الفضائيات العربية، حزب الله قام بإخلاء مربع الشورى في منطقة حارة حرايك وينتشر كالنار في الهشيم وما في شيء.
هذا مثل، أمثلة كتير قد ما بدكم، ما بدي أحكي بكل الأمثلة. مثلا أنه إسرائيل اغتالت الشهيد هنية في طهران، بعض الفضائيات العربية لا، أنه هاي عبوي وكانت داخل مضافي، والآن في طهران يوجد اعتقالات لعشرات الضباط والجنرالات الإيرانيين من الحرس ووزارة الأمن، وكله أكاذيب وأباطيل، بس مشي لأنه هاي وسائل إعلام قوية وبتاخذ مواقع التواصل ولحق إذا بتلحق. عودة إلى الدعوة ألا تطعنوا المقاومة في ظهرها، وألا تكونوا شركاء في الحرب النفسية، لا تدعموها، ما مطلوب تدعموها وليست بحاجة إلى دعمكم أصلا يعني، ولكن كونوا بس عندكم الحد الأدنى من الإنسانية والأخلاق والوطنية واسكتوا. طيب، هاي دعوتنا بالعنوان الأول. مقطع الأخير ما نحن فيه الآن، بعد اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية في طهران، إيران تجد نفسها ملزمة بالرد، والعدو ينتظر بتهيب كبير وضياع. لذلك ده شفته بوسائل الإعلام، وده أحد أسباب الترهيب اللي صار، أنه الأمريكان عملوا جو بالمنطقة وعملوا اتصالات وشيء رهيب يعني، كان هو 48 ساعة اللي مضوا، لأنه كانوا بيعتقدوا أن الرد سيكون فجر الاثنين. هلأ ليه فجر الاثنين؟ مع أنه ما كان صحيح يعني، لا الأخوة بإيران ماخدين قرار بفجر الاثنين، ولا نحن بعدنا ماخدين قرار بفجر، كنا ماخدين قرار بفجر الاثنين. ما في يعني، ما بنقول في شيء حقيقي وتسرب أو علم، وما في شيء منه كان يعني، أصلا ما كان في نية لأرد أن يكون فجر الاثنين، بس هم اعتبروا، حتى ترامب بالخطاب تبعه هو عم يخطب ما بعرف وين، أنه أنا معلوماتي أنه هلأ صبح الفجر الاثنين أو بالليل سيتم الرد على الكيان، أنه يابا عنده شو معلومات يعني ما شاء الله عليه. بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد، حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد، وإيران سترد وحزب الله سيرد، والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة عليه يحسبها هي الرد، مثل ما عم بيصير بالأيام الماضية. اليمن بعد قصف الحديدة هو أيضا ألزم نفسه برد وسيرد. المهم هنا في هذه الجبهات الثلاث، التصميم والقرار والعزم موجود. ثانيا أؤكد لكم أن القدرة أيضا موجودة. وثالثا كما ذكرت في التشييع، التصرف بروية بأنات بتأني وأيضا بشجاعة وليس بانفعال، أنه يلا ضربني قوموا لينا لنضرب، يواش يواش شوي شوي. أساسا اليوم هذا الانتظار الإسرائيلي، هلا كنا نقول على أجر ونص، مدري من قريت من يومين على أجر وربع يعني، شوي علوا الأجر شوي. الانتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع هو جزء من العقاب، هو جزء من الرد. هو جزء من المعركة، لأن المعركة هي معركة نفسية ومعنوية وأعصاب وأدمغة، نعم، وسلاح ودماء. هذا الانتظار من العدو هو جزء من العقاب. في الماضي كان العدو يقف على رجل ونصف عند الحدود مع لبنان، تتذكروا يعني على الحدود بعمق 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو. الآن مسائب أنه من جهة حزب الله تهديده مختلف، وبنفس الوقت تم اغتيال الشهيد هنية في طهران، وبعد
من جهة اليمن إذا بده يود ما حيود على الشمال، حيود على الوسط أو على جنوب فلسطين المحتلة. لذلك اليوم إسرائيل كلها، يمكن هاي لأول مرة، إسرائيل كلها تقف على رجل ونصف من الجنوب إلى الشمال إلى الوسط. حكومتها، جيشها، مجتمعها، مستوطناتها، مستعمروها، الكل ينتظر، ولسان حالهم يقول يا أخي يلا خلصونا. وبتعرفوا بالمحور، لنمزح شوي، وإن كان ذكرى شهيد قائد وحبيب وعزيز، لكن هلأ هو لو في شهيد مثله هو واقف بيمزح مثلي. بتعرفوا نحن بنمزح مع الإيرانيين، بنقول لهم أنتوا بتذبحوا بالقطنة. فهلأ الإيرانية بيذبحوا بالقطنة، والمحور معاهم صاير كمان بيذبح بالقطنة. فلذلك اليوم الإسرائيلي واقف وبيقول لك يا أخي يلا خلصونا، من شأن الله خلصونا. هذه حالة الانتظار اليوم، نعم هي جزء من المعركة، وتترك ظلال كبيرة وخطيرة جدا على الكيان. شوف لو حكينا بس عن الشمال، بعض النقاط التي أشار إليها في هذا الجزء شديدة الأهمية، وهو يوزع الأدوار الحقيقة مهمة. تحدث على أن إيران وسوريا، يعني إيران ملزمة بأن تقاتل، وليس مطلوب من إيران أن تدخل قتالا دائما، يعني سيكون هناك رد موجز ومحدود وسريع، لكن ليست مطلوب من إيران أن تدخل حرب مفتوحة وسريعة. هذا ما قاله فيما يتعلق بإيران. سوريا ليس مطلوب منها إطلاقا أن تدخل قتالا وأن تحافظ على قواتها المسلحة في مواجهة الإسرائيليين الموجودين على الحدود، ومطلوب من سوريا فقط أن تقدم الدعم المادي. هذا دور وزع على سوريا بشكل أو بآخر. قالوا إن الرد سيكون فجر الاثنين، وهذا لم يحدث لأنه لم يكن قد اتخذ القرار في مسألة الرد بشكل أو بآخر. حزب الله يرى نفسه ملزم بالرد بعد فؤاد شكر وسيرد، وإيران ملزمة بالرد بعد اغتيال هنية على أراضيها وسترد، لكن تحدث على أن القرار لا يجب أن يتخذ بانفعال، وإنما يتخذ بتؤدة وروية. وتحدث على أن اليمن بعد الحديدة سترد، إذن الحوثيين جزء من الرد القادم. هذا كلام شديد الأهمية في توزيع الأدوار التي تحدث عنها يعني في كلمته. وتحدث أيضا على أن القدرة موجودة، وبالتالي هناك قدرة وهناك إرادة، لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بهذا القرار لأن الانتظار جزء من العقاب. وأشار إلى أن استراتيجية المقاومة في أن ينتظر الإسرائيليون بهذه الطريقة، وهم يتمنون الخلاص ما بين الوقت والآخر. يعني ربما هذا هو الجزء الأهم في الخطاب الذي بدأه بتنظير كبير. أنا أعود لضيوفي الكرام، أستاذ سام نسي وأستاذ مصدق بور والدكتور محمد القواس. لكن من لندن دكتور محمد القواس، أسألك دكتور على توزيع الأدوار بهذه الطريقة على لسان نصر الله، بمعنى ليس مطلوب من إيران أن تدخل حرب طويلة، وإنما سيترد لكن ليس ردا طويل الأمد، يعني لن يكون هناك حرب، وإنما رد في إطار حفظ ماء الوجه أو الرد، هكذا قد تفسر بهذه الطريقة. وهكذا سوريا، ليس مطلوب من الجيش السوري أن يدخل في حرب حفاظا على وقوفه في وجه الإسرائيليين على الحدود. أستاذ محمود تحياتي لك. تحياتي دكتور قواس. كرام، أولا يجب أن نتفق أن هذا الصراع هو صراع بين إيران وإسرائيل، وليس صراع بين المنطقة وإسرائيل، وليس بين العالم الإسرائيلي، وليس بين العالم الإسلامي وإسرائيل. وبالتالي إدارة هذا الصراع على أهل المنطقة أن يتحملوا ما تقرره طهران وما تقرره فصائل طهران، وخصوصا ما يقرره حزب الله في لبنان. وهو طبعا في هذا المجال يعطي جوائز يعني تهنئة
ويتهم بالعمالة لإسرائيل كل من يعارض. هو جزء من هذا المجتمع اللبناني، وهناك في لبنان من يعارض هذا الاستفراد لهذا الحزب بالذات في قرار السلم والحرب. ومقابل هذه المعارضة هناك آراء يعني تأتي وتقول أنه نحن نريد دولة بإمكانها أن تقرر. وبالتالي أنت عندما لا تتفق مع حزب الله في السياسة فأنت تصبح عميلا وخائنا، وهذا طبعا ينسحب تماما على المعارضة السورية التي أيضا منحها شهادة خيانة خلال الدقائق الأخيرة. ثانيا هو يتوجه إلى جمهوره ولا يتوجه إلى العالم، العالم غير معني أساسا بما يتقرر وينتظر هذا الرد، ولديه كل يعني ذخيرته السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية في هذا المجال. يعني كان كال آخر تدخل من الرئيس بوتين كما يقول الإيرانيون الذي طلب أن يكون الرد نسبيا، وفي نفس الوقت هذه البيئة الحاضنة لكل محور المقاومة تطلب أجوبة. هي رغم كل ما تملكه من أسلحة ومن زمام مبادرة، شعور دائم بالقلق، شعور دائم بالرعب والخوف، ويريد أن يطمئن الجميع بأنه ذهب إلى الانتصار وبأن خياراته صحيحة، وبأن حتى سوريا التي نأت بنفسها عن كل ما حصل بعد 7 أكتوبر لديها الحق في ذلك لأن الظروف تسمح بذلك، وأن حتى إيران وهي صاحبة المشروع الكبير من أجل رمي إسرائيل في البحر لديها الحق بأن لا تقاتل أيضا. لكن من ليس لديهم الحق هم هؤلاء الدول العربية التي ارتأت خيارات أخرى منذ صراع تعرفه منذ 47-48 حتى الآن. وبالتالي هو يتكلم مع نفسه، يتكلم مع بيئته، وكل العواصم في العالم سواء كانت الإسلامية أو العربية أو الدولية تراقب من دون أي تعليق، لأن كل هذا الكلام غير معنيين به. هو فقط يساهم في حالة الرعب عند اللبنانيين، يساهم في حالة الهجرة الجماعية التي طالت هذا البلد. هو يتكلم عن انتصاراته في عام 2000. نحن منذ عام 2000 حتى الآن ونحن في حالة انزلاق، حتى وصلنا إلى عام 2006 وعرفنا ماذا عرفنا من تدمير كامل للبنية التحتية اللبنانية ومن خسائر كبرى بني بها الطرف اللبناني مقابل خسائر نسبية بني بها الإسرائيلي. وعندما طبق 1701 وعندما أتت الإرادة الدولية وضعت قوات أممية على الأراضي اللبنانية وليست على الأراضي الإسرائيلية. بعد 2006 الإسرائيل أنشأت لجنة للتحقيق في هذا الأمر، واللجنة يعني خرجت بخلاصات أدت إلى استقالة الوزراء، وعاشت إسرائيل ديمقراطيتها التي نعرفها. بعد 2006 دخل لبنان في حالة حرب أهلية كما عرفناها في 7 أكتوبر 2008. فبالتالي أعتقد أنه للأسف هو لا يتكلم في السياسة، السياسة هو أن ترى موازين القوى، ترى الموقف العربي الإسلامي، ترى الموقف الدولي، ترى الموقف المتضامن والمؤيد لإسرائيل الذي لم يتزحزح، وترى الموقف الفلسطيني المترنح المنقسم الذي حتى الآن لا يعرف ما هو مصير غزة وما هو مصير ما بعد غزة. نحن لا نقرر ما يجري في المنطقة، وهو يريد أن يقنعنا بأنه بهذا الرعب الذي يعيش به اللبنانيون والعرب وتعيش به المنطقة بإمكانه فرض الأمر الواقع على كل المجتمع الدولي. سسام، الأهم جزء في هذه الكلمة هو فكرة اللي كنا نسأل يا ترى كيف سيكون ذلك الرد، يعني من سيشارك ومن سيكون ساند. خريطة التوزيع هكذا، الذين سيقومون بالرد بشكل مباشر حزب الله، وهو قال يعني بعد اغتيال شكر، إيران بعد اغتيال هنية، الحوثيون بعد ضرب الحديدة، هؤلاء الذين سيهاجمون. المساندون هم المقاومة بلغته في الضفة الغربية، المقاومة في العراق، وبالتالي هؤلاء الذين طلب منهم استمرار الدعم والمساندة بهذه. هذا كلام صريح على لسان حسن نصر الله. انطلاقا من هذه توزيعة الخريطة بهذه الشكل، والذي أخذ الدور على كاهله هو حزب الله، لأنه قال في النهاية ليس مطلوب من إيران أن تدخل في حرب دائمة. يعني توزيعك لهذه خريطة المواجهة كما رسمها نصر الله في كلمته، والكلمة مستمرة طبعا، ممكن نعود لها بين الحين والآخر. يعني محمود كما يقال، خلينا نبدأ من الآخر. تفضل.
ونختصر الإجابة. كلام سيد نصر الله الأخير يعني هلأ في هذا الخطاب هو انعكاس تام للموقف الإيراني. إيران لا تريد حربا واسعة في المنطقة لأنها تعرف معنى الحرب الواسعة مع الأمريكيين، وهي قد يعني تخسر نفسها وتخسر شركائها أو أدواتها أو حلفائها في المنطقة. فبالتالي هذا هو العنوان العريض. الخريطة التي رسمها السيد حسن اليوم هي خريطة المستضعفين الذين تحتلهم إيران وتقرر عنهم وتستعمل بلادهم كساحات لحربها، وهذا أمر واضح هو سبب الذي ذكرته في بداية الحديث قبل أن أستمع للسيد نصر الله. عندما سألتني عن سبب الغضب قلت لك أن البيئات أو البيئات دعم البيئات أستعمل الجمع هنا الحاضنة التي كانت موجودة بين حرب 2006 لم تعد موجودة في لبنان، وحتى لم تعد موجودة اليوم في الضفة الغربية، وهذا علينا أن لا ننسى هذه القضية أن الضفة الغربية لم تنتفض حتى الآن. صحيح أنه يتم هناك عدد من العمليات، إنما المكان يعني الدعوة هي دعوة من يطلب المساندة ويطلب الدعم لأنه يعرف الحقيقة والواقع على الأرض. فبالتالي الخريطة التي رسمها هي خريطة استمرار المراوح، وأكرر استمرار المراوحة على الطريقة التي عشناها منذ أكتوبر حتى اليوم، تجنب الحرب الكبيرة، وبالتالي استمرار مشروع إيران. ما هو مشروع إيران؟ لنكرر للمرة الألف في هذا الموضوع، مشروع إيران هو استمرار تخريب العلاقات العربية الأمريكية، وأكرر الأمريكية، وليس فقط العلاقات العربية الإسرائيلية الممكنة أو المتوقعة. الهم الإيراني هو تخريب علاقات أمريكا بدول الخليج، أمريكا بالعلاقة العسكرية، العلاقة الاقتصادية، العلاقة السياسية. هذا هو الهم الإيراني. واليوم السيد حسن نصر الله بواسطة الأدوات التي يستعملها في لبنان، في سوريا، في سوريا التي حيدها والتي لا نفهم لماذا حيدها، نعم، ولا يحيد لبنان على أساس أن لبنان هو الصين الشعبية، بينما سوريا لا، أنه في شيء يعني في نوع من السخرية والهزء بعقول اللبنانيين، وخوفا على الجيش السوري حتى لا يتم تدميره. كأنه في شيء اسمه جيش سوري، هذا واحد. أيوه. يعني هذا أول نقطة، كأنه في شيء اسمه جيش سوري. ثانيا كأنه لبنان كما ذكرت لك هو الصين الشعبية، وقادر لبنان أن يتحمل، لبنان هذا البلد الضعيف المفلس المنكسر. إليك هذه أستاذ سام، أيضا إليك هذه النقطة. هو أولا قال ليس مطلوبا من إيران أن تدخل قتالا دائما، يعني هترد وفقط. وقال أيضا ورد رمزي يا أستاذ محمود، ورد رمزي، لا لا لا، القادم يقلق اللبنانيين، لكن لم ينفي عن حزب الله أنه سيكون هو الذي يقوم بهذه المعركة بشكل دائم ومستمر، وبالتالي هذا الذي بين السطور. أكرر رأيي كما أنا أعتقد وقد أكون على خطأ، الرد المطلوب من حزب الله ومن اليمنيين في اليمن الحوثي أو من العراقيين في التابعين للميليشيات العراقية التابعة لإيران هي ردود محدودة لا يعني ممكن احتوائها، وقد لا تشكل حربا كبيرة. وكما وصفت لك بعتقد في هذا البرنامج ومعك محمود أيضا أن الحرب المتوقعة هي أكثر من الميني حرب الدائرة حاليا في جنوب لبنان، وأقل من حرب 2006. هذا لا يعني أنها لن تكون مدمرة، أنها لن تكون على حساب لبنان واللبنانيين، على حساب الناس، على حساب أرواحهم، على حساب ممتلكاتهم، إنما هذه هي سياسة نصر الله، حماية إيران من الحرب الكبيرة واستمرار المشروع الإيراني. استمرار المشروع الإيراني هو حال اللا استقرار في المنطقة، لأنه مهما كانت دول الخليج بعيدة وبمنأى عن الأعمال العسكرية اليومية، علينا أن لا ننسى القلق النابع من أعمال الحوثيين في اليمن،
وهي وهم على البحر الأحمر. طيب. هم على حدود دول الخليج، وبالتالي القلق موجود والرغبة بخلق حال اللا استقرار الدائمة في المنطقة موجود. هي المشروع السادس. هلأ السؤال فضل. هل تقبل إسرائيل بهذا السيناريو؟ هل يرضى نتنياهو المجنون بهذه الاستراتيجية ولا يقدم ويتهور أيام بعمل ما يجر المنطقة ويجر الأمريكيين؟ هذا السؤال هو الذي أنا ذكرته في آخر مقالة في الشرق الأوسط، هو أن نتنياهو يخطف لبنان وسوريا وإسرائيل وغزة، والآن يخطف المنطقة، والآن السيد نصر الله يعني يدفع نتنياهو إلى الاستمرار بعمليات القطف لجر المنطقة وجر الأمريكيين إلى حرب واسعة. طيب أستاذ مصدق بور، الجزء المتعلق بإيران وهو فكرة يعني تحييد إيران بشكل أو بآخر، إيران سترد، هو قال كذلك، لكنه ليس مطلوبا أن تدخل قتالا دائما. أهم جملة يمكن أن تفسرها يفسرها العسكريون فيقولون لن تكون هناك حرب مستمرة ومفتوحة من إيران على إسرائيل والعكس. سترد، قد يكون هذا الرد خاطف، يعني رد وانتهى الأمر، وبالتالي ليس مطلوبا منها أن تخوض حروب في المنطقة إيران، وكأنه يحيد إيران بشكل أو بآخر، أو هكذا طلب منه، على الأقل أنقل لك بعض ما يكتب يعني. نعم، يعني كان معلوما منذ البداية، يعني أولا دور إيران دور مساند، هذا واضح، يعني إذا أي دولة تنتقد تقول لماذا لا تحارب إيران، لماذا هي لا تحارب وهي دولة عربية والقضية الفلسطينية قضيتها؟ يعني لا يحق لأحد، إيران تدعم وتساند ودورها يحاكي الدور الأمريكي. لاحظوا ماذا تفعل أمريكا، أمريكا تساند إسرائيل وتمدها بالسلاح وكل شيء وتقويها وتدافع عنها وتوفر لها الغطاء الاستخباري الغطاء الأمني وما إلى ذلك. إيران أيضا تقوم بنفس الشيء، هذا واحد. ثانيا، إيران دولة وهناك قنوات دبلوماسية، وهذه المعركة أيضا هي ليست معركة إلى يوم القيامة سوف تبقى أن إيران تتبادل، هذه معركة تحتاج إلى دبلوماسية وتحتاج إلى طرف مؤثر على جناح أجنحة المقاومة، وبالتالي دور إيران كمساند ومفيد أيضا لكي يتم احتواء هذه الأزمة ولا تخرج عن السيطرة بالطريقة التي يريدها نتنياهو. إيران أساسا هي لا تريد توسيع رقعة الحرب، ولكن هي نتنياهو هو قام بعمل جبان للأسف، وقام بعمل يعني متهور، دفع بإيران إلى فخ استراتيجي بصراحة. يعني إيران اليوم ترى نفسها ملزمة كما قال سيد نصر الله، ترى نفسها ملزمة إما أن ترد وإما أن لا ترد. إن ردت هناك احتمالية لكي تتوسع رقعة الحرب، وهذا ليس لصالحها، حتى ليس لصالح إيران ولا لصالح لبنان ولا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا لم ترد أيضا ليس لصالحها، لأنها سمعتها ستكون في قطر ومصداقيتها في قطر، وبالتالي إيران سوف ترد. نتنياهو قام بهذا العمل، يعني اليوم نحن نتلقى رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية، كما قلت رسائل إعلامية دعائية انتخابية، ولكن هناك رسائل حقيقية تصلنا بعدم توسيع رقعة الحرب. وحتى تصل هذه وترتقي هذه الرسالة إلى إعطاء وعود لإيران بالتخلص من نتنياهو، يعني التطورات قريبا سوف تنهي موضوع نتنياهو وهذه المشاكل، وأيضا أن الحق الفلسطيني سيسترد سوف يدفع سوف تحل هذه المشاكل، لأن المقاومة أساسا دخلت نصرة لغزة لوقف هذه المجازر وحرب الإبادة، وبالتالي أمريكا يدها مفتاح الحل، بإمكانها أن تضغط على إسرائيل وتوقف هذه المهزلة هذه المجزرة. حين ذاك حزب الله أيضا سوف لن يكون أمامه وبيده مبرر للاستمرار، وكذلك أنصار الله وحتى الحشد الشعبي في العراق. أما ما تفضل به الضيف، أنا أعتقد السيد رسول الله وقال كلام يعني دقيق، وقال طلب يعني من الأخوة العثمانيين على الأقل يعني يسكتوا. أنا في اعتقادي هذا ردي الوحيد، هناك الكثير من المغالطات وردت في حديثه فيما يتعلق يعني بالتشكيك بقدرات إيران وبنوايا إيران وحتى بالمقاومة، والثناء على القدرة الإسرائيلية
يعني كأنه يعني حالة نفسية، يريد أن يوجد حالة نفسية لصالح الكيان الإسرائيلي، وهذا غير صحيح، لأن السيد نصر الله أكد أيضا على هذه النقطة بأنكم يجب أن لا تخافوا من المقاومة، خافوا من إسرائيل. إسرائيل كانت تحتل لبنان حتى عام 1982، جاءت المقاومة وحررت لبنان ومنذ ذلك انتصرت عليها. على حال يجب أن لا نحكم حاليا مسبقا، يجب أن ننتظر أولا الرد وننتظر التطورات القادمة. هناك تحول جيوسياسي، هناك تحولات سياسية هي سوف لصالح شعوب ودول المنطقة، يجب أن ننتظرها ونعمل على الأقل لتمهيد لها بسكوتنا وبصمتنا وبعدم أستاذ مصدق لا نستطيع أن نطلب من اللبنانيين أن يصمتوا، لأنه هم الذين سيدفعون الفاتورة وحدهم، يعني الذي سيدمر بلادهم والذي سيقتل هم والذين سيدفعون الثمن هم، وبالتالي ان طلبنا منهم ان يصمتوا يعني فيصبحوا يعني يعني ثم لا يستطيع فصيل ان يكون حاكم في بلد هو الذي يأمر وينهي ويقول متى نحارب ومتى لا نحارب. في الاول والاخر يعني قد لا يكون هناك اشخاص كثيرون في لبنان مقتنعين بما قاله نصر الله ولا حتى في العالم العربي. القضية تدار سياسيا وليس تدار بهذه الطريقة. أيا كان الرد، دكتور محمد القواص في جملة، يعني خلينا بس ننوه إلى أنه الكلمة انتهت، يعني كلمة حسن نصر الله انتهت، وفي جملة قالها لم نستمع إليها وهو سنرد وحدنا، ليس بالتزامن مع المحور، يعني محور المقاومة بلغة نصر الله، ويطلب ويتمنى أن كل شخص يرد بعدم التزامن مع الآخر. إذن نفسر هذا الأمر على أننا أمام مجموعة ردود منفصلة وليست ردود متصلة، يعني بمعنى لن نرى حزب الله يضرب في نفس التوقيت إيران تضرب، الحوثيون يضربون، يأتي ضربات من العراق بهذه الطريقة. إذن سنرد وحدنا وليس بالتزامن مع المحور، يعني على الأقل نعرف أو نتكشف أو نشرح للمشاهد الكريم كيف سيكون ذلك الرد، ليس ردا جماعيا موحدا في التوقيت والطريقة والوسيلة، وفي نفس الوقت يعني يتحدث على أنه الرد آتي والمعركة بيننا وبين الإسرائيليين مفتوحة، وبالتالي هذا هو دور حزب الله في هذه المسألة. دكتور قواص، فكرة تحييد سوريا وتحييد إيران وقصرهما على فكرة الدعم، يعني الدعم المادي والدعم المعنوي، وإحالة كل المسؤولية على الأزرع والفصائل وتوزيع الأدوار، وأكررها مرة أخرى بهذه الطريقة، المواجهة والمساندة. لو تتذكر في 67 قسم العالم العربي مواجهة ومساندة، يعني حزب الله، إيران، الحوثيون مواجهة، العراق، الضفة الغربية مساندة. هذه التفسيرة، هذه التصنيفة، توزيع ترتيب الأدوار، خريطة الأدوار بهذه الطريقة، كيف يمكن فهمها؟ يعني أولا أستاذ محمود، قبل أن نقول كيف يمكن فهمها، بأي حق أساسا ينصب نفسه قائدا لهذه الأمة؟ ومنذ قليل يعني ضيفك من طهران الذي أحترمه جدا قال أن إيران دولة، وبالتالي لماذا على إيران أن تكون دولة وأن لا يكون في لبنان دولة وأن لا يكون في اليمن دولة وأن لا يكون في العراق دولة، وأن يكون وجود الفصائل عادي جدا ومن يعني من سمات هذه المرحلة. ثانيا، الكلام عن أن كل طرف، طبعا الفكرة الأساسية لإيران أنها نظام يحاول أن يحمي نفسه من خلال الأذرع، وبالتالي على هذه الأذرع أن تقوم بدورها لحماية النظام الإيراني. وعندما قامت إيران بالرد في 13 من أبريل الماضي، كان أول مرة في تاريخ الصراع الثنائي بين إيران وإسرائيل تقوم إيران بنفسها بإرسال هذا القصف باتجاه إسرائيل، فهذه كانت استثناء. اليوم هناك عودة للقاعدة، وهناك تمهيد بأن الرد الإيراني المنتظر لن يكون كما هو منتظر، وبالتالي هناك ترتيب وتوزيع للمهمات، الفصائل تقوم بما تقوم به. ثالثا، أن السيد نصر الله يقول أن هناك رد وكأنه نحن في حالة بحبوحة وازدهار وليس هناك حرب في لبنان حقيقية يسقط فيها مئات من القتلى وتهدم فيها قرى ومدن في الجنوب اللبناني منذ 8 أكتوبر حتى الآن، وهو يتحدث عن شيء جديد لا نعرفه حتى الآن، هو هذا الرد المزلزل الاستثنائي الذي سيكون ردا على
على اغتيال أحد قادته، وكأنه من خارج السياق، ما هو من نفس السياق الذي يرعب اللبنانيين ويرعب المنطقة ويرعب أيضا مستقبل هؤلاء البشر الذين ينتظرون إما خطابا من السيد وإما يعني اختراقا لجدار الصوت بهذا الشكل فوق العاصمة. ورابعا أهم شيء أنه كفوا عن رعايتكم لهذه المنطقة ومصالح الدول والشعوب التي يحملها هذه الجمعية الخيرية وفروعها إيران وغيرها من أجل ازدهار ونصرة وسلام وانتصار هذه الأمة. معليش أنه المنطقة بس تاخذوا رأيكم فيها طالما أنتم جزء من الاتحاد، يعني القمة الإسلامية التي تطلبون عقدها، وجزء من المنطقة التي تريدون أن تتصالحون معها خصوصا بعد الاتفاق السعودي الإيراني، وأنتم تتصرفون يا إيرانيين وكأنه ليس هناك أحد في المنطقة إلا أنتم والإسرائيليين والراعي الكبير وهو الولايات المتحدة. وسوريا يا دكتور قواس، يعني أنا سأعطيك المبرر اللي ذكره حسن نصر الله، أنه حفاظا على الجيش أو ما بقي أو الجيش السوري في مواجهة العدوان الإسرائيلي، يعني وإلا إذا والله دخل السوريون الجيش سيتدمر، بكرة الإسرائيليين يكونوا في داخل سوريا. وهنا سؤال، طيب وماذا يفعل الجيش السوري؟ يعني ليس انتقاصا من الجيش السوري وإنما هو محض سؤال، يعني فقط هو نفس المبرر الذي تم استخدامه في لبنان، أنه نحن نتبرع بصفتنا مقاومة ونسمح للجيش اللبناني بأن يكون جزء من الدفاع عن لبنان خوفا على الجيش اللبناني، وبالتالي هذه الفصائل الموجودة في اليمن والعراق هي خوفا على جيوش هذه المنطقة. ثم أن هناك موقف عندما يتحدث منذ قليل عن أن اللبنانيون متناقضون في عدم دعمهم للمقاومة، لكن بنفس الوقت هم ضد الوجود النازح السوري أو إلى آخره، وكأنه حزب الله ليس مسؤولا عن أزمة هؤلاء النازحين السوريين. كل ذلك يعني من الحجج الواهية الشفافة بفراغها، ومع ذلك تقدم لإقناع الناس، وللأسف هي لا تقنع الناس، هو يحاول قدر الإمكان ويجهد لإقناع البيئة الحاضنة لمحور المقاومة في هذه المنطقة. لكن بكل الأحوال هذه رسائل إيرانية يقدمها من جديد بهذه الكلمة، وسيقدم لنا كلمات أخرى في مناسبات أخرى، وتكون فعلا مرآة عاكسة لما تريده طهران. أستاذ سام، والله كلام شديد، يعني في نظرية مهمة جدا بتحصل، لا أدري إذا كان المشاهد الكريم والمواطن العربي يدرك هذه القضية، قضية غريبة جدا، وهي مسألة أنه في جيش ودولة وميليشيا، وأصبحت الفصيل، يعني ممكن يكون في تحافظ على كلمة ميليشيا، خليها ميليشيا أو فصيل، وفي جيش، فأصبحت الميليشيا هي التي تطلب تحييد الجيوش، يعني لا داعي لأن تدخل الجيوش حتى لا تهدم أو تدمر، فخلونا أنا أقوم بهذا الدور. هي فكرة الدولة والميليشيا، إذا قويت الميليشيا ضعفت الدولة، والعكس صحيح في هذه النظرية. لكن قبل أن تجاوبني على هذا السؤال العميق وهو أو هذا الموضوع العميق، لأنه قضية تتعلق بالدولة الوطنية في المنطقة بشكل أو بآخر، هو تحدث على أنه الأستاذ مصدق بور قال اسكتوا يا لبنانيين، يعني إن كنتوا غير قادرين على أن تدعموا المقاومة فاسكتوا، يعني لا داعي لأن تطعنوا المقاومة في الظهر. أستاذ محمود، يعني أول شيء بالخطاب كله لبنان غير موجود كدولة، لا كدولة ولا ككيان، هذا واحد. اثنين، في نقطة بالخطاب أعتقد أن الحلقة كان ينبغي أن تشير إليها، هي أنه انتقل السيد حسن نصر الله من الانتصار على إسرائيل إلى منع إسرائيل من الانتصار، وهذه نقطة ينبغي الانتباه إليها. يعني صار هم المقاومة إذا صح التعبير ومنع إسرائيل أن تنتصر، ومن هنا يشحذ الهمم في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا وغيرها من دول الممانعة. أما موضوع الجيوش، طبعا إيران بالأساس ألغت الدولة الوطنية، الهم الإيراني كان منذ البداية، وعندما تحدث أعتقد الزميل من طهران عن احتلال إسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي استمر في لبنان بين 82 وال 85 وشريط الحدودي لاحقا حتى سنة 2000. إنما الاحتلال الإيراني بشكل أو بآخر مباشر أو غير مباشر
وصاية إيرانية أو غير وصاية إيرانية يستمر منذ العام 83 وحتى اليوم. يعني وهذه نقطة هي من السياسة التي تديرها طهران، وهي إلغاء فكرة الدولة الوطنية. فإلغاء الدولة الوطنية يعني ماذا؟ يعني إلغاء الجيش الوطني، وهو ما حصل تماما في لبنان. النموذج الأبرز هو لبنان. لبنان فيه جيش، بس هذا الجيش لا سلطة ولا حال ولا قوة ما بقوله له، يعني ما عنده أي دور أساسي باستثناء القيام ببعض الأدوار لحماية الأمن الداخلي وفق الطريقة أو وفق ما يشاءه السيد حسن. فبالتالي علينا أن ننتبه إلى هذا النقطة. وهو أمر أيضا حصل في سوريا. في سوريا تماما الجيش السوري اليوم غير موجود بالأساس. أساسا في سوريا النظام السوري ينشأ نوع من الحرس الوطني أو سميه الحرس الجمهوري، وخلق ميليشيات أخرى وألوية إلى ما هنالك، ألغت وجود الجيش السوري الرسمي. وبالتالي هذه الخطة يعني وهذا الأسلوب الذي تعتمده الدول الدكتاتورية، وعلى غرار سوريا وعلى غرار العراق سابقا وعلى يعني هذا المنظومة، هذه المنظومة السوفيتية القديمة، تلغي الجيوش. وبالتالي إلغاء الجيوش هو إعطاء الأدوار لمين؟ الأدوار هي للمنظمات خارج الدولة. إذا ما بتحب تسميها ميليشيات نسميها هذه المنظمات خارج الدولة التي تسيطر على الدولة والتي أصبحت دولة كاملة. واليوم خطاب السيد حسن نصر الله حيث يصنف اللبنانيين بين مؤيد المقاومة وغير، أنه مش مؤيد المقاومة لن يعني لن ننتقم منه، إنما عليه أن يحيد نفسه أو أن يحيد عن الدرب كما نستعمل باللغة العامية اللبنانية، حتى نستطيع أو تستطيع المقاومة الاستمرار في تدمير لبنان وفي تفكيك لبنان وفي تدمير الكيان. واليوم ننتظر هذا الرد الذي تتحدث عنه أو الذي تحدثت عنه أنه سوف يكون مزلزلا. أنا لا أعتقد سوف يكون مزلزلا، سوف يكون في سياق ما تقوم به المقاومة. وكلام السيد نصر الله هو كلام برجع بكرر موجه إلى البيئة المحلية لا أكثر ولا أقل، وهذا توزيع الأدوار وتوزيع الخطط، يعني كأنه هو قائد المقاومة على مستوى العالم العربي. يعني بعد صار ممجوج وقديم، الحرب ستستمر للأسف الشديد، وهو أمر ضار على المدى القصير والمتوسط والبعيد بالنسبة للبنان واللبنانيين، وبالنسبة لسوريا، وبالنسبة لليمن، وبالنسبة للعراق، لأننا سوف نستمر في هذه الحالة الاستثنائية الاستثنائية، ومعرضين كل يوم بمجنون مثل نتنياهو أو مجنون آخر يأتي مكان نتنياهو إلى الأخطار التي تهددنا. لأن إسرائيل اليوم علينا أن ننتبه إلى نقطة كذلك لم نشر إليها في هذه الحلقة، هو أن العقل الإسرائيلي ولا السيد نصر الله يفكر فيه ولا أشار إليه، رغم أنه شديد الأهمية، أن العقل الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر مختلف تماما، سواء كان لدى نتنياهو أو غير نتنياهو من المعارضة. صار يخشى نعم أكرر يخشى من هذه المنظمات غير الحكومية، يخشى من هذه الميليشيات. وبالتالي هو على صار الخشية ليس لأنها ميليشيات أو منظمات خارج الدولة، بل لأنها منظمات عقائدية متطرفة على غرار حماس. وهو عرف معنى التفاهم مع حماس على مدى كذا سنة، وكيف كان الرد الحمساوي بعملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر. شكرك هذه النقطة عليها أن كان أن مهمة يشير إليها السيد نصر الله. نعم نعم، يعني أنا بشكر كل ضيوفي، الأستاذ سام نشا من بيروت، مصدق بور من طهران، دكتور محمد قواس من لندن، لكل ضيوفي التحية والتقدير الذين رافقوني تعقيبا على هذه الكلمة لحسن نصر الله، والتي ربما كانت كاشفة وأجابت على كثير من التساؤلات العالقة في أذهان الجميع بهذه الطريقة، وهو ما يتعلق
تتعلق بمسألة كيف سيكون هذا الرد ومن يقوم بهذا الرد ومن سيكون المساند وما دور سوريا وما دور إيران. يعني أجوبة كثيرة وصلت للمشاهد الكريم، وبالتالي باتت لديه رؤية أو تصور حقيقي ومهم لهذا الذي يمكن أن يحدث خلال الأيام أو الساعات القادمة. لا أحد يعلم كما قال حسن نصر الله متى وكيف سيكون هذا الرد.